بسم الله الرحمن الرحيم. بنرحب بكم في المركز القومي للمسرح، ويعني احنا كنا حريصين ان احنا نعمل اللقاء ده قبل المؤتمر الرئيسي. في مؤتمر رئيسي هيكون يوم 5 اغسطس في المجلس الاعلى للثقافة الساعة 12 ظهرا، علشان في هذا التاريخ اللي هو 5 اغسطس هيكون اسماء العروض المشاركة اعلنت وموجودة. لكن احنا هنتكلم عن المهرجان بشكل عام، ايه الاستعدادات اللي تمت ليه، وايه الفعاليات اللي هتصاحبه، ونسمع اي اسئلة او اي حاجة تحبوا ان انتوا تطرحوها. العروض المهرجان السنة دي هيشارك في المسابقة الرسمية 42 عرض مسرحي بيمثلوا مسارح الدولة وفرق الهيئة العامة لقصور الثقافة والفرق الحرة والمستقلة والجامعات وهيئات المجتمع المدني. ال 42 عرض دول داخل المسابقة الرسمية. على الهامش هيكون في 5 عروض لفرق الهيئة العامة لقصور الثقافة و4 عروض للفرق المستقلة، وحنستحدث ان فرق الاقاليم هتعرض في اقاليمها المختلفة على هامش المهرجان من باب الحركة، يعني تحريك الامور في الاقاليم وان الاقاليم يحتفي معانا بهذه المناسبة. وعندنا عروض لفرقتي القومي للطفل ومسرح القاهرة للعرايس، دي هتصاحب فعاليات المهرجان. هذه العروض هتكون عروض طبعا مجانية في مستشفى 57-357 ودور الأيتام ومستشفى أبو الريش ومعهد الأورام ونادي الياسمين، هو نادي خاص للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، الإعاقات الذهنية والبدنية. الهدف من عروض الهامش وكثرتها هذا العام ان احنا نربط ما بين المهرجان وما بين المجتمع ككل، ان نحن نبتدي نشعر شوية الناس والمدينة، يعني هذه العاصمة او البلد، بانه في مهرجان قومي للمسرح. احنا عارفين ان المسرح الى حد ما خلال السنوات اللي فاتت عانى يعني من الاضطرابات اللي حصلت، المواسم ما كانتش منتظمة، يعني المسرح بعد شوية واحنا بنحاول يعني نرجعه تاني للاذهان. يعني عشان كده عروض الهامش كتير، وعشان كده الاقاليم هتبقى موجودة وشغالة. يعني لجنة تحكيم المسابقة الرسمية، بيرأس لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للدورة 7 الكاتب يسري الجندي، وتضم في عضويتها دكتور حسن عطية، أستاذ عبد الرحمن الشافعي، فنان خالد صالح، فنانة سهير المرشدي، المؤلف الموسيقي هشام جبر، مهندس الديكور صبحي السيد، دكتور صبحي السيد، مخرجة دكتورة داليا بسيوني، مصمم الاستعراضات محمد شفيق. مقرر اللجنة هيكون المهندس فادي فوكيه من البيت الفني للمسرح، وليس له حق التصويت. تشكلت لجنة اختيار عروض زي ما احنا عارفين، زي ما بيحصل كل سنة، برئاسة الدكتورة نهاد صليحة وعضوية الناقدة ميسة زكي والمخرجة عبير علي. وركزت لجنة الاختيار على العروض المستقلة والعروض التي لم تنتظم في مهرجانات، لانه اللجنة العليا اقرت انه لو في مسابقات او مهرجانات بيتاخد اوائل هذه المهرجانات عشان ما يتبقاش لجان كتير ومتشابهة، نفس اللجان كل شوية لجنة كل شوية لجنة. فالمسابقات الرسمية تم اعتمادها من خلال لجنة اختيار العروض. يعني مثلا على سبيل المثال المعهد العالي للفنون المسرحية له عرضين ولديه مسابقتين، مسابقة المهرجان المسرح العربي والعالمي. المهرجان اخد اول المسرح العربي واول المسرح العالمي، باعتبار انه ده دخل تسابق وقدر انه يجتاز ويفوز في هذه المسابقه. يعني اسماء المكرمين في المهرجان القومي للمسرح
وده مهم جدا عشان احنا عانينا من بعض الاخطاء في هذا الكلام، والاستاذ باسم تدخل مشكورا يعني وساعدنا في ان احنا نصحح الخطأ. فارجو من حضراتكم التركيز على اسماء المكرمين بالصورة الصحيحة. المكرمون هم في الدورة السابعة للمهرجان القومي للمسرح المصري: الفنانة سميحة أيوب، الفنان محمود الحديني، الناقدة دكتورة نهاد صليحة، مصممة الأزياء المهندسة نعيمة عجبي، وأسماء الراحلين دكتور نهاد صليحة، دكتورة نهاد صليحة، ومصممة الأزياء والديكور المهندسة نعيمة عجمي. وأسماء الراحلين ألفريد فرج وأحمد عبد الحليم وأحمد زكي، المخرج الراحل أحمد زكي مش الممثل أحمد زكي. الدورة بتحمل اسم الشاعر الكبير صلاح عبد الصبور، وصلاح عبد الصبور أحد رواد مسرح الشعري، وكان مناسبة أنه بتحل الذكرى 33 لرحيله. هو رحل في أغسطس 1981، فبتحل الذكرى 33 لرحيله في نفس فترة انعقاد المهرجان، وبالتالي الدورة بتشرف بأن تحمل اسم هذا الشاعر الكبير الرائد اللي قدم للمسرح المصري 5 مسرحيات سجلت واعتبرت ككلاسيكيات، وأحد يعني من روائع المسرح المصري زي مأساة الحلاج وليلى والمجنون وبعد أن يموت الملك ومسافر ليل والأميرة تنتظر. والحقيقة أنه بنتهز هذه الفرصة وبتقدم بالشكر للدكتور أحمد مجاهد رئيس الهيئة العامة للكتاب، لأنه بيصاحب هذه الدورة من المهرجان تقليد جديد وتمنى أن احنا نحافظ عليه من التنسيق بين هيئات وزارة الثقافة المختلفة، أنه الهيئة العامة للكتاب أصدرت الأعمال الكاملة للشاعر الراحل صلاح عبد الصبور باللغة الإنجليزية. أهمية اللغة الإنجليزية أنها هتفتح باب، يعني توقعوا أنه السنة اللي جاية والسنين اللي جاية نلاقي أن صلاح عبد الصبور ترجم للغات عديدة، لأنه اللغة الإنجليزية هي بداية طرح هذا الأديب الكبير وهذا الكاتب الكبير على المشهد العالمي ككل. فدي كانت خطوة كويسة جدا، خطوة إيجابية. وأعاد برضو الدكتور أحمد مجاهد طبع 5 مسرحيات للشاعر الكبير في نسخ منفصلة. بشكره على ده، وده نوع من التنسيق المطلوب والمهم جدا. الندوة الرئيسية بيدور المحور الفكري فيها حول قضايا المسرح الشعري. الندوة دي هتكون يوم 11/8/2014 الساعة 12 ظهرا بالمجلس الأعلى للثقافة بعنوان قضايا المسرح الشعري، وبيشارك فيها الأساتذة الكبار: الشاعر فاروق جويدة، الدكتور محمد عناني، الدكتور سامح مهران، أستاذ محمد أبو العيلة السلموني، والدكتور أحمد مجاهد. والدكتور أحمد مجاهد كان رسالته الجامعية عن مسرح صلاح عبد الصبور. الندوة الثانية وهي الندوة الختامية، وهتقام يوم 24/8/2014 قبل ختام المهرجان بيوم، برضو الساعة 12 ظهرا بالمجلس الأعلى للثقافة، هتكون بعنوان المسرح والجمهور. المهرجان في هذه الدورة بيولي الجمهور أهمية خاصة، لأنه إحنا زي ما بنقول إن المسرح عانى في السنوات اللي فاتت من يعني عدم انتظام المواسم المسرحية، ودايما بنتحدث عن أزمة مسرح وعن انصراف الجمهور وعن مغريات أخرى تتعلق بالأعمال التلفزيونية والفضائيات وما إلى ذلك وأثر ده على المسرح المصري. إحنا ما عندناش دراسة نوعية وعلمية على الجمهور. المركز القومي للمسرح ولجنة الندوات هي برئاسة الدكتور هاني أبو الحسن بيعدوا استبيان للرأي هيوزع على الجمهور طوال أيام المهرجان،
وفي مجموعة هتدرس هذه الاستبيانات بشكل علمي وتخرج باستنتاجات نظرية تعرضها في الندوة الختامية اللي هي يوم 24 بعنوان المسرح والجمهور. الندوة بيشارك فيها الأستاذة الدكتورة نسرين بغدادي الباحثة بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، والأستاذ الناقد المسرحي عبد الرازق حسين، والدكتور الناقد المسرحي محمد زعيمة بيشاركوا في هذه الندوة. المهرجان كمان هيشهد ندوات تطبيقية، في ندوة تطبيقية مهمة جدا عن مسرح صلاح عبد الصبور، لأنه إحنا بنقدم في هذا العام مسرحيتين لصلاح عبد الصبور، مسرحية مسافر ليل ومسرحية ليلى والمجهول عن ليلى والمجنون، دول من إنتاج المعهد العالي للفنون المسرحية. الندوة التطبيقية هتركز يعني كيف يرى شباب المسرح المصري في هذه اللحظة مسرح صلاح عبد الصبور، كيف يتناولوه ويربطوا بينه وبين الواقع الحالي، وكيف أن صلاح عبد الصبور كان عابرا للأزمنة والأمكنة واستطاع أن يقدم مسرحا صالحا للتقديم في كل زمن، وأن يفتح أبواب التأويل والرؤى المختلفة والتصورات المختلفة حوالين ما يقدمه. المهرجان كمان حيقيم ندوات تطبيقية عن العروض المشاركة في المسابقة الرسمية. احنا طبعا عندنا انا نسيته في المكتب هجيبه دلوقتي الاجندة والفايل. عندنا لأول مرة المهرجان هيقدم الجوائز، هتسمى الجوائز بأسماء رواد المسرح المصري. طبعا رواد المسرح المصري كثر جدا وأعداد كبيرة جدا، مهما عملنا ومهما حاولنا مش هنقدر ان احنا يعني نلم في دورة واحدة بكل الأسماء، وبالتالي حصل نوع من الاختيار. لكن الفكرة هي انه الدورات القادمة يتم تغيير الأسماء، يعني الجائزة تبقى اسمها يبقى متغير عشان يتسع مدى التكريم، لانه بعض الناس لما بنعلن أسماء مكرمين فبيقول طب فين فلان، ما هو مش بس فلان، في فلان وفلان وفلان، يعني في أسماء كتيرة جدا لا يمكن استيعابها داخل دورة واحدة. وبالتالي الدورة هقولها لحضراتكم دلوقتي، الدورة دي بتقدم الجوائز بأسماء هؤلاء الرواد وهؤلاء الرموز، على أن الدورة القادمة إن شاء الله يتم تغيير هذه الأسماء بحيث يبقى المهرجان فرصة متغيرة ودائمة لتكريم رواد المسرح المصري واتساع دائرة التكريم بشكل مستمر. يعني على ما يجيبوا الحاجة لو في أي أسئلة أو أي حاجة تفضل. نعم، احنا البيانات الصحفية هتتوزع كاملة على حضراتكم في يوم 5 أغسطس داخل فيلات كاملة فيها جداول العروض كاملة. يعني هو لجنة المسابقة الرسمية اختارت العروض وبس، احنا كان عندنا مهرجان الأقاليم لسه منتهي امبارح، يمكن حضراتكم متابعين مهرجان الأقاليم انتهى امبارح فقط، فعلى ما ناخد بس اللجان والحاجات اللي فازت في المسابقة ويعد الجدول يوم 5 حضراتكم هتاخدوا فايل كامل جواه كل العروض بأماكن عروضها كمان، يعني بالأماكن، يعني يوم 5 قبل المهرجان بخمس أيام. يكون يوم معين لتكوين الفايل ده ولا هيكون في ندوة حضرتك؟ لا، يوم 5 مؤتمر صحفي الساعة 12 في المجلس الأعلى للثقافة، هيتوزع فيه التفاصيل الكاملة بقى النهائية. يعني احنا دلوقتي عشان المهرجان بتاع هيئة أصول الثقافة لسه خالص امبارح، فما عندناش يعني داتا كافية في اللحظة دي، لكن يوم 5 هيكون عندنا الداتا متكاملة. يعني ميزانية المهرجان والهيئات المشاركة فيه؟ طيب طبعا ده سؤال ممتاز. احنا المهرجان ده بيشهد ظاهرة الحقيقة لابد وان انا يعني اتوقف عندها واحييها. احنا عارفين طبعا انه الظروف الاقتصادية اللي احنا بنمر بيها وموازنات الوزارة والمشاكل اللي موجودة، ما تطلعوا لي الجوائز المشاكل اللي موجودة.
فالحقيقة أنه بناء على توجيهات الأستاذ الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة تم التوجه لمنظمات عاملة في مجال التنمية، المنظمات مجتمع مدني عاملة في مجال التنمية الاجتماعية والثقافية، والحقيقة توفر لنا رعاة بننتهز هذه الفرصة بنشكرهم. وحبدأ بفنان يعني هو عضو لجنة التحكيم، والفنان خالد صالح. الفنان خالد صالح يعني أصر على إن هو يدعم المهرجان ماليا، ورغبته في دعم المهرجان ماليا يمكن حضراتكم تذكروا السنة اللي فاتت الجوائز كانت الفلوس منقوصة، يعني ما كانتش كاملة وفقا لنظام المهرجان، يعني ما قدرش المهرجان إنه يوفر الجوائز متكاملة. يعني الجائزة مثلا اللي كانت 15,000 اللي فاز بيها أخذ 5,000، كويس. فالحقيقة انه الفنان خالد صالح لما عرف ده السنة اللي فاتت فقال طب احنا عاوزين نسد هذه الفجوة ونرجع تاني الجوائز كاملة، وبالتالي تبرع بمبلغ هيقدر يرجع الجوائز لقيمتها القديمة. فطبعا بشكره وبتمنى انه فنانيننا الكبار يعني يحذو حذو، وان هم يعني يبقى ده تقليد موجود عندنا لهذا الدعم من الفنانين الكبار للشباب، لان ده دعم للشباب الحقيقه. يعني هو تبرع للجوائز ب 65,000 جنيه بالإضافة لأنه هيقدم يعني نوع من الدعم الآخر عيني، يعني أتصور تيشرتات مطبوع عليها لوجو المهرجان وما إلى ذلك. يعني 65,000 جنيه للجوائز، وحيقدم يعني مفاجآت أو أشياء أخرى للشباب المشاركين في المهرجان بالإضافة لل 65,000 جنيه. فبقول لكم أتمنى يعني أن فنانيننا الكبار يكون دي بداية أو بادرة لان احنا نتكاتف، ولانه ده شيء مهم جدا، احنا بنعمل شيء قومي محتاجين تكاتف كل الناس معاه. فبشكر فنان خالد صالح، وهو بالمناسبه بدا في تاسيس، يمكن احنا لما نبص هنا هنلاقي تحت التاسيس هذه المؤسسه هتدعم بشكل دائم كل العروض التي تستحق الدعم وكل المهرجانات وكل الفعاليات، والمؤسسة هتوجه القدر الأكبر من عملها للأطراف، للمحافظات النائية ولأي نشاط مسرحي في منطقة مهمشة أو منطقة بعيدة عن العاصمة الفنان خالد صالح هيبدأ في دعمها. فتحية جدا، تحية كبيرة جدا لي. يعني الراعي الثاني مش جديدة عليه انه شاركنا، هو المهندس سميح ساويرس. مهندس سميح ساويرس لو تذكروا مول مهرجان ألوان لمسرح الشارع في ديسمبر 2013، ودايما موجود في اي فعاليات ثقافية بيدعمها وبيقف جنبها. فمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية دعمت المهرجان ماليا بمبلغ 160,000 جنيه. بنشكر المهندس سميح ساويرس 160,000 جنيه. بنشكر المهندس سميح ساويرس، وبنشكر المؤسسة اللي بتدي دايما نموذج لتكاتف كل المؤسسات العاملة في مجال التنمية حوالين المشروعات القومية أو المشروعات المهمة، لان احنا ما بنبصش للمهرجان انه ناس جايه تتسابق وتاخد جوائز، احنا بنبص للمهرجان انه تعبير عن واقع الحال في المسرح المصري ودفع للحركه المسرحيه، لانه بيشكل حافز لانه الشباب يشتغل ويجتهد ويبدع، وبالتالي احنا بنحرك المسرح المصري ككل. المؤسسه الثالثه هي مؤسسه كبيره وراسخه، مؤسسه مصر للطيران، وتم توقيع بروتوكول بين وزارة الثقافة وبين مؤسسة مصر للطيران أساسه منح تخفيضات لسفر فرق وزارة الثقافة على خطوط الجوية لشركة مصر للطيران، وكل الفعاليات الثقافية سواء كانت باستضافة أفراد أو سفر أفراد منح تخفيض من شركة مصر للطيران مقابل يعني منحها
هذه الرعاية اللي موجودة وطبع لوجو شركة مصر للطيران الشركة الوطنية الرسمية للطيران المصري لدعمها من خلال فعالياتنا الثقافية سواء كانت في مصر أو خارج مصر علشان نطرح ونساهم بقدر ولو بسيط في الترويج لشركة طيران شركة مصر للطيران. نقول جوائز المهرجان القومي السنة دي، الأسماء التي ستطلق على هذه الجوائز، عندنا جائزة زكي طليمات، طبعا أنا حاول الأسماء مع حفظ الألقاب يعني دول رواد وأساتذة كبار، يعني جائزة زكي طليمات لأفضل عرض مسرحي. جائزة توفيق الحكيم لأفضل نص مسرحي. جائزة عزيز عيد لأفضل إخراج مسرحي. وإحنا هنا بنعيد لعزيز عيد، هو يعني لمن لا يعرف بس أكيد كلنا عارفين، يعني هو المخرج الأول، يعني هو الذي قنن وأسس لفن الإخراج وحرفية الإخراج يعني في مصر، هو المخرج الأول، يعني هو من بدأ هذه المهنة وقننها ووضع لها أصولا وقواعد، وبالتالي هو أبو الإخراج في المسرح المصري. فكان مهم إن احنا نبدأ بجائزة الإخراج باسمه تقديرا على دوره، يعني ولأن الأجيال كمان جزء مهم إن عايزين الأجيال الجديدة ترتبط بهذه الأسماء وتعرف قيمة هذه الأسماء ودورها في المسرح المصري على مر العصور. جائزة حمدي غيث لأفضل ممثل دور أول رجال. جائزة عبد الرحيم الزرقاني لأفضل مخرج صاعد. جائزة أمينة رزق وتمنح لأفضل ممثلة دور أول نساء. جائزة شفيق نور الدين لأفضل ممثل دور تاني رجال. جائزة سناء جميل لأفضل ممثلة دور تاني نساء. جائزة حسين جمعة لأفضل سينوغرافيا، طبعا الفنان القدير الدكتور حسين جمعة احنا فقدناه في عام 2000 من شهور يعني، فده برضو نوع من التكريم، لانه احنا عارفين ان التكريم بيبقى بعدد محدد، فهذه التسمية بتتح لنا فرصة بتوسع لنا دائرة التكريم زي ما قلت، يعني لأفضل سينوغرافي. احنا عارفين انه هو مخرج وسينوغرافي مهم يعني، فالجائزة رايحة لأفضل سينوغرافي. جائزة عبد العظيم عويضة لأفضل تأليف موسيقي. عبد العظيم عويضة يعني لمن لا يعرف رحمه الله هو من أهم مؤلفي الموسيقى في المسرح المصري، وعمل شيء فريد من نوعه أنه أنشأ كورال داخل مسرح، هو كورال مسرح الطليعة، وبقى هذا الكورال مرتبط بالأعمال المسرحية على مدى المواسم المهمة يعني، وهو قدم كتير جدا في مجال التأليف الموسيقي والألحان. جائزة محمود رضا لأفضل تصميم استعراضات. وجائزة سناء يونس لأفضل ممثلة صاعدة. زي ما قلت السنة الجاية إن شاء الله تتغير هذه الأسماء وتضاف أسماء جديدة، وكل ما بتتغير الأسماء وبيتضاف أسماء جديدة يعني بنوصل ما بين واقعنا المسرحي الحالي وشبابنا، وما بين روادنا الأوائل اللي اجتهدوا وأدوا دور مهم جدا في ازدهار الحركة المسرحية المصرية. لو أي أسئلة. الجديد في هذه الدورة السابقة. الجديد في هذه الدورة هو ده اللي قلناه، إن احنا عندنا جوائز بأسماء المكرمين، عندنا احتفاء بالشاعر الكبير صلاح عبد الصبور، عندنا تمثيل واسع. يمكن الجديد في هذه الدورة فيما يتعلق مثلا بالمسرح الجامعي، انه احنا لاحظنا ان المسرح الجامعي
رقعته اتسعت جدا. يعني لقينا مش بس الجامعات الحكوميه، احنا كنا زمان بنشوف الجامعات الحكوميه بس هي اللي بتتقدم، السنه دي جامعات خاصه كتير تقدمت، واقسام علوم مسرح في كليه الاداب كتير تقدمت. ففي اتساع في المشهد المسرحي في الجامعات، وده شيء برضو بيحصل لاول مره. لاول مره السنه دي هنشهد مشاركه لفرقه من فرق دار الاوبرا المصريه داخل المهرجان، لم يكن لها في الدورات السته السابقه اي تمثيل، هذا العام بتمثل باحدى فرقها بعرض مسرحي راقص مهم هيعلن عنه يوم 5 يوم 5 اتفضل. بالنسبه للجامعات كويس هيتم الاختيار بناء عليه، يعني كنا سامعين قبل ما الباب يتقفل ان كانت اللائحه ان المجلس العام للجامعات هو اللي هيرشح الجامعات. سمعنا بعد قفل الباب ان النظام ده اتغير، وتم ان يتم مشاهده كل العروض الجامعيه كويس، فايام الاصدق دوت. ثانيا المسابقه الجامعيه متوقفه منذ ما يقرب من عام، ازاي هيتم الاعلان يوم 5؟ يعني حتى بتقولوا لا تمت مش هتلحق حتى لا تجمع الفرقه مش تكون ديكور اتصالها ديكور جديد يوم 5 والمهرجان يوم 10، يعني معنى ثاني في 5 ايام. لا الفرق ابلغت اطمن. الفرق ابلغت بالفعل علشان يبتدوا يجهزوا، لانه لازم قبل اجازه العيد يودوا الخطابات لجامعاتهم. فالفرق اللي تم اختيارها وبلغت قالت الاختيار من خلال لجنه المشاهده، لانه المبدا لو ما فيش مسابقه تبقى لجنه المشاهده تشوف، لو في مسابقه يبقى ناخد ما انتهت اليه اللجان، لان خلي بالك اللجان واحده تقريبا، يعني اللجان فيها نفس العناصر ونفس الاسماء، فاحنا مش عاوزين يعني نقعد نلجن في لجان، يعني عاوزين نختصر المساله. انما اللي ما عندوش مسابقات وبالتالي ما عندوش نتائج نهائيه، لجان المشاهده هي اللي بتبت، وبالتالي ما بقى البت اللي حدث في المسرح الجامعي هو جاي من لجنه المشاهده. اتفضل. مع الغاء مهرجان المسرح التجريبي الدولي، هل ممكن احياء المسرح التجريبي بصوره مهرجان مصري للمسرح؟ طبعا دي فكره كويسه، بس انا مش مفوض ولا منوط بيا ان انا اتكلم عن المهرجان التجريبي، عشان احنا بنتكلم عن المهرجان القومي دلوقتي. انما الافكار المتعلقه بعوده المهرجان التجريبي او تطويره او عدم استمراره وايجاد بدائل، كل ده مطروح بعد هذه الدوره من المهرجان القومي. يعني بعد المهرجان القومي في الدوره السابعه ما ينتهي ان شاء الله هيكون في اجتماعات مكثفه جدا علشان يتم تحديد وجود مصر على المستوى الدولي، هيكون بالمهرجان التجريبي كما هو، والمهرجان التجريبي بعد التعديل، ولا بأي مستحدثات أخرى أو رؤى أخرى جديدة ومختلفة. ده هيتم بعد المهرجان إن شاء الله. إن شاء الله. الجديد برضو زي ما بيقول الدكتور هاني في المهرجان، إن إحنا السنة دي عملنا تكامل كامل ما بين كل قطاعات الوزارة. يمكن أنا ضربت مثل بالهيئة العامة للكتاب، إحنا عارفين إن الدورات الستة اللي فاتت كان الصندوق التنمية الثقافية هو اللي بيلعب الدور الرئيسي، ويمكن يكاد يكون الوحيد أو يعني في التمويل وفي الإعداد وفي كذا. السنة دي لا، السنة دي في تكامل مهم جدا. يعني السنة دي حفل الافتتاح بيشرف عليه وبيموله الهيئة العامة لقصور الثقافة، حفل الختام بيموله قطاع الإنتاج الثقافي البيت الفني للمسرح، وكل ما يتعلق بالندوات والنشرات وكذا الدور الرئيسي لإشراف عليه هنا هو المركز القومي للمسرح. وبالتالي في قدر كبير، والصندوق التنمية الثقافية طبعا موجود ومشارك يعني في الأساس التنفيذي للشغل. وبالتالي الدورة السابعة دي بتشهد أعلى حالة تنسيق غير مسبوقة ما بين قطاعات وزارة الثقافة، وإحنا نتمنى أن ده يبقى أسلوب دائم في العمل.